السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. النهاردة هنتكلم عن مباراة قمة الدوري الإنجليزي، وهي مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. المباراة دي في الأسبوع العاشر من البريمير ليج الإنجليزي، اتلعبت هذه المباراة على ملعب أولد ترافورد، وانتهت نتيجتها بفوز كبير جدا خارج الديار لمانشستر سيتي بنتيجة 3-0. مانشستر يونايتد لعب بطريقة 4-2-3-1، أما مانشستر سيتي لعب بطريقة 3-6-1، وهي طريقة غريبة شوية من جارديولا، شكلها دفاعي ولكن هي قفلت مفاتيح اللعب لمانشستر يونايتد وقفلت له نص الملعب تماما، ونجح فعلا انه يحرز 3 اهداف ويحد من خطورة نادي مانشستر يونايتد. ابتدى نادي مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من اونانا رقم 24 في حراسة المرمى، خط الظهر 4، ناحية اليمين دالوت رقم 20، 2 في قلب الدفاع ماجواير رقم 5 وإيفانز رقم 35، وناحية الشمال عندنا ليندلوف رقم 2، ولعب ب2 في وسط الملعب الدفاعي، سفيان امرابط رقم 4 وماكتوميناي رقم 35، ولعب ب3 امامهم، ناحية اليمين برونو فرنانديز رقم 8، وفي القلب إريكسون رقم 14، وناحية الشمال ماركوس راشفورد، ورأس الحربة الوحيد هوبلوند رقم 11. أما مانشستر سيتي فلعب بتشكيل مكون من إيدرسون رقم 31 في حراس المرمى، خط الظهر 3، ناحية اليمين كايل ووكر رقم 2، في القلب روبن دياش رقم 3، ناحية الشمال جافارديول رقم 24، ولعب ب6 في نص الملعب، فودن رقم 47، وجون ستونز رقم 5، وجوليان ألفريز رقم 19، وبرناندو سيلفا رقم 20، ورودري رقم 16، وجاك جريليش رقم 10، ولعب برأس حربة وحيد وهو إيرلينج هالاند رقم 9. المباراة ابتدت بضغط كبير جدا لضيوف وهو مانشستر سيتي، ففي الدقيقة الثامنة كرة على حدود منطقة الجزاء اتعملت كده من برناردو سيلفا، عرضية في اتجاه فودن اللي يطلع بدماغه على 6 يارد ويصدها اونانا ويضيع هدف مؤكد لمانشستر سيتي. في الدقيقة 20 جاك جريليش من ناحية الشمال يدخل كده بالكرة كده ويتوغل للقلب على حدود منطقة الجزاء ويشوط صاروخ بيمينه على شمال اونانا، ولكن تطلع ويتصدى ليها وتطلع ضربة ركن. في الدقيقة 24 يأتي معها ضرب الجزاء لنادي مانشستر سيتي، كورة كده اتعملت عرضية داخل منطقة الجزاء لرودري اللي يتشد كده من هوبلاند المهاجم، والحكم يحتسب ضرب الجزاء ويرجع للفار والفار يقول له انها ضربة جزاء، وبالفعل يحتسبها ضربة جزاء لصالح نادي مانشستر سيتي. يدخل هالاند على التنفيذ ويحطها على شمال اونانا اللي راح ناحية اليمين، ليتقدم نادي مانشستر سيتي على نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 بعد مضي حوالي 26 دقيقة من احداث المباراة. وتتوالى الهجمات لنادي مانشستر سيتي اللي كان ماسك زمام امور المباراة تماما. ففي الدقيقة 38 فاول على حدود منطقة الجزاء من ناحية الشمال، يدخل الفريز على التنفيذ بيمينه ويحطها في الزاوية القريبة على يمين اونانا، ولكن اونانا يصدها وتطلع خارج الملعب. في الدقيقة 46 الهجمة الوحيدة لنادي مانشستر يونايتد، كرة مع سفيان امرابط ناحية اليمين يسقطها كده داخل منطقة الجزاء لماكتوميناي اللي يشوطها من مرة واحدة، ولكن يصدها ايدرسون ويضيع معها هدف مؤكد، وهو كان كفيل بتعادل نادي مانشستر
يونايتد مع مانشستر سيتي. في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع، كورة لمانشستر سيتي من ناحية الشمال مع برناندو سيلفا، يلعبها عرضية نموذجية على رأس هالاند القادم من خلف الأمام اللي يحطها في المرمى، ولكن أونانا يتصدى ليها ويطلعها ضربة ركنية. وينتهي أحداث الشوط الأول والنتيجة تقدم نادي مانشستر سيتي على نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0. الشوط الثاني استمر الضغط لمانشستر سيتي، ويأتي في الدقيقة 50 معها الهدف الثاني لمانشستر سيتي، كورة كده من ناحية الشمال مع جاك جريليتش اللي يعمل فنتات كده ويلعبها اوفرلاب من ورا المدافع لبرناندو سيلفا اللي يلعبها عرضية من مرة واحدة نموذجية على رأس ايرلينج هالاند اللي يحطها في المرمى محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليتقدم نادي مانشستر سيتي على نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 بعد مضي حوالي 50 دقيقة من أحداث المباراة. في الدقيقة 57 كورة من ناحية الشمال مع جاك جريليتش يقطم بيها لجوه في العمق وعلى قوس 18 يشوط قنبلة ولكن يصدها أونانا. في الدقيقة 69 كورة اتعمدت طويلة من ناحية اليمين لراشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد اللي استلمها على صدره داخل منطقة الجزاء وينزلها على رجله اليمين ويشوط قنبلة ولكن تروح بجوار القائم الأيمن بمليمترات ويضيع معها هدف تقليص الفارق لنادي مانشستر يونايتد. في الدقيقة 80 يأتي معها الهدف الثالث لنادي مانشستر سيتي، كرة مع رودري على حدود منطقة الجزاء يخترق ويشوط صاروخ بشماله على شمال أونانا تترد لهالاند اللي مش مراقب تماما، يلعبها بالعرض فودن اللي يحطها في المرمى من مرة واحدة محرزا الهدف الثالث لنادي مانشستر سيتي، ليتقدم نادي مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة جدا وهي نتيجة 3-0. وتنتهي المباراة بهذه النتيجة وفوز كبير لمانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0. بهذه النتيجة يصبح ترتيب البريمير ليج كالآتي: نادي توتنهام في المركز الأول برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، يلي في المركز الثاني نادي الأرسنال 24 نقطة من 10 مباريات، يلي في المركز الثالث نادي مانشستر سيتي 24 نقطة من 10 مباريات، يلي في المركز الرابع نادي ليفربول 23 نقطة من 10 مباريات، ثم في المركز الخامس نادي أستون فيلا 22 نقطة من 10 مباريات. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.